الشمس. بالنسبة للحرس الجامعي أو فكرة حتى التغطية القضائية، الموضوع ده ليه أنا شايفة إن هو ليه إيجابيات وليه سلبيات. كسلبيات، الموضوع ده لو تقلل كأمن إداري ده بيشكل خطورة كبيرة جدا، لأن دلوقتي أنت بتتكلم في فكرة إنك ترجع تاني شكل العنف أو الكلام ده، هيبقى كل الفكرة إن هو إداري، يعني المدير هيتغير شكل إزاي أكتر ولا أقل. فدي هتبقى سلبية كبيرة جدا، وهتبقى يعني بتدي الحق ان هو لو حصل مظاهرات او حصل اي حاجه تبقى بتدي الحق ان هو يعمل بعنف احنا مش حابينه، سواء جامعه او بره جامعه. اما بالنسبه للايجابيات اللي ممكن نبصلها في الموضوع ده، ان في حاله فوضى، فهو دلوقتي كامن اداري لما بيحصل اي مشكله او اي حاجه ما بيكونش ليه حق التدخل او حق التصرف، فدي الميزه الوحيده انه هيبقى ليه حق انه يتصرف. نفسنا في حل وسط، احنا كاتحاد رافضين فكره العنف او رافضين فكره التدخل الجامح ده، وفي نفس الوقت احنا قلنا ان الايجابيه الوحيده اللي موجوده ان هو دلوقتي ملوش حق التدخل. اعتقد انتوا شفتوا كلنا شفنا الاحداث اللي بتحصل. مع احداث الفوضى اللي شفناها السنتين اللي فاتت، اعتقد ان امن الجامعه مفترض ان هو بيتاهل حاليا دلوقتي وبيتدرب على اسمه يقدر يعدي. طيب لو احنا اساسا في مرحله جديده والخوف من ان الصراع السياسي اللي في الشارع المصري ينتقل جوه الجامعه، وده طبيعي ان هو هيحصل، هل امن الجامعه يقدر يحتوي الاحداث؟ اعتقد زيك يا رب. وبعدين احنا عندنا شركه امن جوه الجامعه، المفروض ان الاثنين يتعاونوا سوا ان هم يقدروا ده. نقل الصراع بقى السياسي جوه الجامعه لازم يبقى فيه قيادات طلابيه اوعى من النخبه تقدر تمتص ده. خلاص السياسه خلصت، خلاص الامر خلص، انت دلوقتي في مرحله انتقاليه جديده. لو ما عرفش تعمل اللي اتعمل قبل كده هيحصل نفس المشكله. لو ما عرفناش نحتوي كل الناس ونشتغل معاهم هتحصل المشكله اللي حصلت، ان حد هيركب وحد هيتركب. الاخوان لما ركبوا كل الناس اتركبت، كل الناس وقعت من اللعبه السياسيه. احنا مش عايزين حد يبقى بيقع من اللعبه السياسيه، كل حد من حقه يمارس اللعبه السياسيه. طيب.